نبص للصورة اللي بعد كده اللي هي درجات الحروق، هنلاقي فوق هو الجلد الطبيعي طبقاته كاملة، يليها على اليمين الجرح السطحي، وده بيبقى في مستوى البشرة ما اتعمقش للأدمة. يليه بعد كده طبقة الحرق العميق شوية او الاعمق من السطحي، وده بياخد جزء كبير من البشرة، لكن بتظل موجودة برضو بعض الخلايا اللي بتعمل ريجينريشن او بترجع تكون طبقات الجلد مرة اخرى. يليها خالص بقى الحرق العميق جدا، ودي اختارهم لان ده بيحتاج ان احنا نعمل له علاجات طبيه، ما ينفعش العلاج بالتحفظي او بالكريمات والمراهم والغيرات والحاجات دي، مش هتأدي لعلاجه، ويحتاج ان هو يتم ازاله الجلد المتخثر تماما ووضع ترقيع جلدي. نشوف الصوره اللي بعد كده بعد اذنك، ودي هتشرح لنا نسبه الحرق. عشان لا قدر الله لو انسان، احنا بنتكلم طبعا على الحروق البسيطه اللي هي حاجات بسيطه لسعه وكلام من ده، او الحروق الشديده شويه لا قدر الله ميه مثلا بتاعه السخان فرقعت او الكلام ده كله، فاحنا بنقول عشان الناس تقيم نفسها في كلتا الحالتين. نشوف الصوره، الصوره دي هتقول لنا الحرق نسبته 1% من ايد العيان، هي دي 1% اللي هي الكف بتاع ايد العيان، دي بتبقى نسبة الحرق 1%. وعلى اساس كمية الحرق يعني هي بالظبط كده 1% دي اللي هي كف ايد العيان، تمام. ولو وجود بقى حاجات يعني في حاجات تانية بتسبب مخاطر اكتر للحرق، يعني لا قدر الله لو حرق شديد شوية وحصل تنفس او استنشاق للدخان، لو سن العيان يعني فوق طبعا الحرق لو فوق 10%، لو سن العيان في الطفل الصغير او في كبار السن فوق 65 سنه، لو في لا قدر الله امراض تانية زي السكر الضغط الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها ما ينفعش تتعالج في البيت، ما ينفعش تتعالج تحفظي، لازم العيان يتم استشاره الطبيب وتحويله لمركز متخصص في علاج الحروق. بعد كده نبص على الجدول اللي هو بيحدد لنا تقييم الحروق. في طبعا قلنا لو النسبة قليلة تحت 10% والحرق سطحي زي حرق الشمس مثلا في المصايف والكلام ده، ده بيبقى علاجه غالبا تحفظي عن طريق بعض الكريمات المرطبة والمهدئات عشان المريض ما يحسش بآلام. النوع الثاني اللي هو الحرق المتوسط، ده اكتر بنشوفه في المية السخنة وال الحرق بالنار والكلام ده كله، وبنلاقي زي حبوب كده او اكياس ميه اتكونت بيتم ازالتها وتنظيف الجرح، وبتتعالج برضو تعالج علاج تحفظي عشان تكون طبقات الجلد. بتيجي بقى اخر مرحله اللي هو الحروق العميقه او اللي هي واخده نسبه كبيره من الجسم، وعشان نبقى صراحه احنا في مصر هنا ما نقدرش ان احنا نعالج الحروق اللي هي فوق 60%، اقصى نسبه نقدر نعالجها 60%، انا بتكلم طبعا كجامعه عين شمس. في فرنسا العلاج الحروق متقدم شويه لان عندهم حاجه اسمها الجلد الصناعي. الجلد الصناعي ده ان هو بيتم ازاله الجلد المتخثر ووضع جلد صناعي مكانه لمده 3 اشهر لحين ان العيان صحته العامه تبقى مستقره، يشيل الجلد الصناعي ده ويحط جلد طبيعي. في مصر عندنا الجلد الصناعي ده غالي شويه، فامكانيات توفره مش موجوده، فعشان كده احنا بنتم استخدام حاجه اسمها الامنيوتيك ممبرين او الغشاء الامنيوني اللي هو حوالين المشيمه بتاعه الطفل او الجلد بتاع بعض المرضى، بنستخدم جلدهم من ذويهم او كده، بيبقى تغطيه للجرح بعد ازاله الجلد المتخثر لحين ان العيان صحته العامه تستقر، وبعدها بنعمل الترقيع الجلدي الطبيعي. كده بنبقى قيمنا الحروق. طب لو في حروق بسيطه بقى هنعمل ايه؟ معنا اول حاجه اللي هو الحرق الشمسي. لو حرق الشمس طبعا قلنا ان احنا هناخد دش ميه دافيه مش ساقعه ولا سخنه، وهنبتدي نحط بعض الكريمات المرطبه. معنا بعد كده لو حرق ناري، صوره هنبص عليها. اول حاجه لازم ناخد بالنا لو في لا قدر الله حصل حريق في البيت، في اجراءات وقائيه لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه ان الدخان بيرتفع الى الاعلى،
فلازم كلنا ننزل لاسفل عشان ما نستنشقش الدخان، لان استنشاق الدخان ده هيسبب حرق اكبر او مضاره اكبر من حرق السطحي بتاع الجلد. يعني ممكن العيان يبقى جلده سليم جدا، بس لو 1% من القصبة الهوائية محروقة تسبب مشكلة جامدة بالنسبة له، ولا قدر الله الوفاة. تاني حاجة بنبص لها ان لو لا قدر الله الهدوم بتاعتنا فيها بعض النار مشتبكة فيها، ان انا بتقلب على الارض لحد ما النار دي تطفي. بعد كده بنقوم بتطفيق الحريق. طبعا ناخد بالنا ان الزيت ما نحطش عليه مية، لان لو هتحط مية على الزيت هتنطر النار في كل مكان، فلازم نحط رملة او في بعض الناس بتحط دقيق عشان تطفي نار الزيت. لو خاصة السيدات في المطبخ تبقى واخدة بالها ان لو حصل نار في الطاسة بتاعت الزيت والكلام ده ما تحطش مية، لو حطت مية هتتنطر النار في كل حتة وهتلسحها زيادة اكتر من لو حطت الدقيق او الرملة. وبعد كده بنبتدي نخلي العيان يخلع ملابسه او المناطق اللي اتحرقت يعني، ونبتدي نغسلها بمية دافية مش ساقعة ولا سخنة، عشان درجة حرارة الخلايا المحيطة بالحرق تبتدي تاخد الدرجة الطبيعية بتاعتها وما تتأثرش بحاجة. بعد كده بنعمل كمادات بالمية الدافية دي، وبنعمل استشارة طبية على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه عشان يتم علاج الحرق دي، سواء كان تحفظي او محتاج حجز للمستشفى. طب نبص على الصور بعد كده. لو حصل لا قدر الله حرق بالمواد الكيميائيه، المواد الكيميائيه طبعا زي الفينيك الاحماض، بعض الناس بيستخدموا حمض الكبريتيك في التنظيف والكلام ده كله، فممكن يصاب ان هو يجي على ايده او رجله. ففي الحاله دي لازم يبقى في ميه جاريه على طول تغسل الاحماض او الاثار الماده الكاويه دي من على الجسم، عشان الميه هتخلي الاحماض او القلويات هتبقى كويسه، او درجه البي اتش بتاعتها او القلويه بتاعتها تتعادل. انما لو انا لا قدر الله جيت استخدمت حمض الكبريتيك احمطفيه بحاجه زي اللبن مثلا قلوي، فعشان يبقى متعادل معاه هيكون حراره، فالتاثير بتاع الحمض هنا هيبقى اكبر من الحرق لو الحمض لوحده. فلازم اغسل بميه مش بحاجه تانيه. في ناس بتستخدم معجون، في ناس بتستخدم زيت، في ناس بتحط حاجات عجيبه جدا. الميه هي يا جماعه احسن حاجه تتحط لو لا قدر الله الواحد اتلسع في اي وقت، يحط ايده تحت الحنفيه على طول هتلاقي اثار الوجع خفت كتير. وطبعا بنعمل كمادات ميه دافيه لحد ما نعمل استشاره ونشوف طريقه العلاج هتكون تحفظيه او محتاجه لدخول مستشفى. في بعض الناس بيبقوا حاطين البطاس والحاجات دي تحت الحوض في المناطق الشعبيه شويه، الاطفال بيشربوها. في الحاله دي الحرق هنا بيبقى في مجرى الطعام بتاعه، فبنحتاج ان احنا بنعمل غسيل بالمعده، وغلط جدا ان احنا نديله حاجات سواء حمضيه او قلويه عشان يشربها، عشان تعادل الحموض القلويه بتاعت البطاس. فبالتالي احسن حاجه بتستخدم هي الميه، ما نعملش اي حاجه تانيه غير الميه. الميه هي الحاجه الوحيده النيوترال او المتعادله عشان تعادل، بتخفف سواء كان الحمض او القلوي، فما تاديش لاثار جانبيه زياده.